البحر دابا هو مزيان، حنا كل عام كنجيو نتبحروا هنايا ونقي. هذا القادوس هو اللي كاين فيه المشكل هنا. القادوس دابا كاين واحد واش ديال الواد الحار، واش ديال ما عرفتش، هو جاي من هاد الجهة كيلو، يعني كيلو غير داكشي ديال ما ديال الخناز ديال المراحيض ديال هذا، هذا هو اللي كيتلاع هنايا. والحل هو يزيدوا يدخلوه في البحر الداخل، اولا يديروا شي مثلا شي كرياج باش ما يبقاوش الناس يقربوا ليه. دابا حتى الدراري كيعفطوا ليه، يعفطوا راه داك كوره يلعبوا كوره، وداك التشاش ديال داك الخبز كيتلاع لك، يعني راه كاين مشكله فيه، كاين مشكله. الحل هو يزيدوه لقدام، يعني كيتلاع داك الشيء في الماء بلا ما نشوفوه حنا. صافي هذا هو اللي كاين. هما عندهم التقنيات ديالهم كيفاش غادي، الا بغاو يحيدوه راه ساهله، الا بغاو يحيدوه. الباركين مزيان، هو شويه غالي 10 دراهم الطوموبيل بزاف، ما كيعطونا لا ورقه لا والو، جاتني شويه بزاف بزاف بالنسبه لي. مازال كيديروا 5 دراهم ولا هذا مزيان، 10 دراهم ما كيعطيك لا ورقه لا والو، حتى ما تعرف شنو الرخصه شحال فيها، القانون شحال خصو يخلص مثلا، واش 5 دراهم ولا 6 دراهم، يعني ما دايرين حتى شي بانو ديال الاشارات ما باركين خاص مثلا 5 دراهم ولا 6 دراهم، وانا 10 دراهم جاتني شويه غاليه. هذا البحر ديال طماري زوين نقي، بلايا ديال العومان، بلايا من بكري من عهد النصارى، بلايا زوينه نقيه، ولكن هذه السنين الاخيره وين نشوف شي حوايج ما كايناش، واخا حتى في البلدان ضعيفه النائيه، الطواليطات ما كاينينش. القادوس هو طالق واحد الريحه هنا، البارح عباد الله القهرات هربات، الوليدات الصغار مساكن تيعوموا وسط شي حاجه لهبطي. دابا شفتي داك الشيء، راه هادشي ما حرام يكون هنا في دار بوعزه في طماريس، في هاد البلاد هادي اللي الناس كيجيو لها من جميع بقاع الارض. بلاد نقيه زوينه، مواليها زوينين، تنساعدوا مع الناس، ولكن هادشي بحال هاد القادوس هذا اللي تلقى الريحه بحكا، وداكشي خارج قدام عباد الله والبشريه تشوف هادشي، ولي توريست يجيو من برا ياخذوا عندنا واحد النظره، ما حشمت انا ما فهمتي، ما بقاش قدرت نوصف لك هادشي اللي تنشوف فيه انا. 52 عام عندي في عمري، عايش في طماريس انا هنايا، ما عمرنا شفنا بحال هادشي هذا. هاد الريحه هادي اخويا راه قهرت الوليدات الصغار، راه امراض، الناس هربات، الناس هربات اخويا. نهار الخميس كانت باركه هنا، والجمعه والسبت والبارح الحد، الناس جايه تبحر مع وليداتها راه هربوا، خواو البحر من هنا زادوا، راه حشومه هادشي بزاف، هادشي اخويا بزاف بزاف، خاص هادشي يكون ليه شي حل. الجماعه ما تدخلش، جاو صحاب البيئه داو العينه والو، ما كاين حتى شي حاجه، طواليطات دوشات ما كاينينش، الناس جايبين وليداتهم لطماري، شو الباركين، شوف الناس شحال ديال البشريه، في غندي وليداتهم طواليط ما كايناش، خلي الدوش ماشي مشكل، ولكن طواليط المرحاض اهم حاجه ما كايناش في هاد لابلاج زوين. شو كيدير، شو الامواج، شو الجيسكي، شو الغابه، شو الكواد، كلشي كاين في هاد كلشي كاين هنا، الا واحد شي حويجات اللي ضروريين هما اللي ما كاينينش. مالي زوينين، خاصنا عاد الريحه تعيد، ما يبقاش يلوحوا الزبل في الرمله اللي تغداو له، يجي الاخر يجي الاخر، خاص اللي ناض يجمع ينظف بلاصتو. هذيك الريحه واعره هنا، واعره واعره، واحد الريحه ما فيها ما يتشم. وكنت انا باغا نتحول، حطينا هنا وداك الشيء، كنت باغا هاد الريحه ما نبقاش نشمو، والناس مساكن باكين فيها، شنو غندير؟ المرض هذا والله الا المرض، نطلبوا منهم الله يرحمني من الوالدين يحيدوا علينا هاد القادوس كاع، ما يبقاش يكب كاع. شتي فين كيكب؟ في البحر، والبحر كيدخلوا ليه الناس كيعوموا، واخا غادي يكون مقدور، لكن الواحد دخل العام وخرج يصلي راه النظافه والريحه ما تبقاش، والله يرحمني من الوالدين. الناس طروازون دابا ما خرجوش، عندنا بزاف ديال الحوايج اللي زوينه هنا في طماريس دو، كيجيو بزاف ديال الناس سير شو لي زيترونجي، والمشاكل اللي عندنا غير هو الناس ديال 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 السيطه، تشل سميشو تشل تشكي رايحوا الناس وكيبداو يستجمو كيبداو يستمتعوا في الوقت ديالهم مع هما كيبغيو يخدموا. ومن جهه اخرى حنا الخدمه ديالنا هنايا كنكريو الباراسولاج والكراسه والمسائل، ويوميا كنلقاو مشاكل مع السلطات المحليه. مؤخرا راه بلي بار ديال الدراري خداو لهم لي ماتيريال ديالهم. ومن جهه اخرى الحاجه اللي زوينه هو انه بحال كيبقى بحر نقي، كاينين دي متر ناجور في المستوى. السيمانه اللي فاتت، السيمانه اللي فاتت جوا شي 3 3 ونص، الناس مريحين، صافي شحال القادوس
هو سي نورمال باسكو كانوا بزاف ديال الشكايات. الا قلت لك هاد البلاصه كامله خوات شي جوج سوايع ولا ثلاثه حتى جاو الناس دخلوا ديك الساعه حتى عاد حلوا المشكل. كاينه شويه الريحه مع الدراري ومع داك الشيء، الدراري صغار ما مزيناش ليهم هاد الريحه، بغا يشم ريحه البحر شويه الهواء تكون نقيه، ولكن يكون بقى مخلط مع الريحه ديال القادوس ما جات شويه مكرهه. خصهم يزيدوا بشويه يدخلوا للبحر، لان جا على الشاطئ جا صعيب.